أنا هلا عياش، شيف وبرسونال ترينر. السوائل عامل كتير مهم للحفاظ على حياة صحية ومتوازنة، لهيك أنا بستعمل فيليبس بلندر. سموذي الموز بالتمر مفيد كتير بشهر رمضان لأنه بزود جسمنا بالترطيب اللازم، بحسسنا بالشبع وبيعطينا طاقة. بكبسة زر فيكم تختاروا بين عصير صافي أو عصير أكثر دسامة مع 50% ألياف أكثر. بما أن الفواكه والخضرة متوفرة بكل بيت، صار تحضير السموذي أو العصير أسهل وأسرع مع فيليبس بلندر. واللي بيميز فيليبس بلندر قدرته على طحن المكونات الجافة من التمر والمكسرات. الصحة بنوعية السوائل، يعني فيليبس جوسر أو فيليبس بلندر. فكروا بطريقة صحية أكثر وبطعم ألذ خلال رمضان. Innovation in you. Phillips.